دلوقتي بس سريعا كده عايزين نعمل حتة السكور ثريد ديت، دي أهم حاجة في الفيديو ده تمام، عشان ما أطولش عليك وأنا عايز بس أوصل للغرض من الفيديو ده، وهو حتة السكور ثريد، لأن كان حد كذا حد طالبها فهنعملها. أول حاجة ندلت بس الجزء ده الأول، بس هنكاري البلان ماشي، هنختار ريفرنس بلان، هنسلكت الفرونت بلان. أنا بس أفهمك الكونسبت عموما بتتم إزاي وأنت عايش بقى. distance 100 تمام، مثلا يا سيدي 100.02 أو 0.04 ماشي اوكي. طيب بعد كده كل اللي انت محتاجه من البلان دوت تعمل سكتش عليه، هتختار الادج ديت تمام، وتعمل convert entities and اوكي. طيب بعد كده اختار الرايت بلان نورمال 2، من الرايت بلان اختار امر سنتر ريكتانجل، وهعمل ريكتانجل هنا كده طيب، اطلع من السكتش ده واعمل سكتش تاني، سكتش في الرايت بلان هنعمل سيركل هنا كده، السيركل دي خليها او خلي ال اختار البوينت دي والادج دي وخليهم بلاش كونسيدنت، خليهم كونسيدنت لبعض اند سيلكت اوكي. طيب بعد كده بالسمارت دايمنشن تختار ديت مثلا اي حاجة دلوقتي، خليها مثلا 3، خلي دي 3 اند اوكي. طيب بعد كده هنعمل الباص، وهو من هيليكس اند سبايرل، هتعمل بس اكس سكتش وتروح للبلان دوت تعمل سكتش عليه، او هو اساسا السكتش بتاعه موجود، وهو السكتش دوت موجود. بعد كده هروح من الفيتشرز كيرفز اختار السكتش ده كيرفز اند سيلكت هيليكس اند سبايرل. الهيليكس اند سبايرل اللي قلنا الطول احنا كنا قايسينه 173. طيب طبعا انا هنا هخليها بالهيت اند هيت اند ريفوليوشن، والطول 173 ريفوليوشن خليها مثلا 30 ريفوليوشن تمام اند اوكي. طيب الانجل هتخلي الانجل بتاعتك تبدا من عند السكوير نفسه، يعني كده هتكون 90 اند اوكي. طيب بعد كده هننتقل ل سويبت، بغني عن التعريف طبعا، هنا هسيلكت بس السكوير نفسه او السكتش بتاع السكوير، بعد كده هدوس اوكي بس يا سيدي، هو ده فكره السكوير ثريد تمام. ده بقى معمول بثريد عادي، يعني ده لو جيت بصيت هنا هتلاقيه معمول ثريد عادي ام 10. فانا هتعمل ايه بقى، كل عليك من الهول ويزرد، لو انت عايز تعمل ثريد اكشوري بجد وهتستخدمه في الميت فاعمله من هنا من الهول ويزرد. كل اللي عليك هتسلكت الادج دي تمام، بعد كده هتسلكت ري من الاند كونديشن، هتختار الفيس دي، بعد كده هتنزل تحت شويه هتخليها قد ثريد، وهتخلي التايب طبعا ام، خليه زي ما هو طيبه ام 12 ولا ام كام، ام 10 تمام ام 10. بعد كده بضغط اوكي بيقول لك قاد سويت مش نافع هنا، اختار نوع تاني اكسترود سويت مثلا اكسترود سويت تمام كده. طيب الحتة دي ممكن تظبطها عادي من الـ edit features، خلي دي مثلا فعل offset 2 وخلي دي، بص انت هترجعها زي ما كانت اف الاوفسيت ده، والتايب هو اللي هيتغير، هيبقى متريك داي، و قلنا ام هتبقى ام 12 وام 10 بس كده بقى تشتغل ماشي، كده هتشتغل معاك عادي. المتريك داي بيفرق عن المتريك تاب، المتريك داي بيبقى لجوه او المتريك تاب بيبقى لجوه، المتريك داي بيبقى لبره، فده هيفرق. خليها ام 14 او ثانية متريك داي اند ام 2 او
هندسة قوم بقى عيش حياتك، الموضوع ده مش هيفرق أوي. دي إما 20 عند أوكي نيبل. طيب المتريك داي هخليه متريك تاب أوكي تمام. هو كده اشتغل، بس طبعا المقاس ده مش مظبوط، عدله بقى براحتك. طبعا انت عارف بتعدل منين، من السايز ذات نفسها. هو بقى انش تاب، انا بقول متريك تاب. وهنا خليها ام 10 بس كده اوكي يعني اخيرا. طيب هو ده الموضوع كله، الفكرة بس في السكوير ثريد ازاي عملناه. اتمنى بس الفيديو يكون فادك. طبعا في هنا هول اعملها عادي، رايت بلان وسكتش هول وعيش حياتك. بس كده الفيديو النهارده يكون الكونتنت خلص.